القلب تداعى، ومرة عذراني تجرأت، ومرة القلب تأثر قطرة قطرة. خبرتكم شكون هو هذا الشاعر؟ مول القلعة السي محمد الشاعر. خبرتكم على جمهور وحضور بستان لا يغور وشاعر يشع من نور وجمهور كالزهور. شكون هو هذا الجمهور؟ هو جمهور القلعة. غادي نرجع لكم العربية الفصحى. إن العمل الجيد لا يرضى بالتقديم الرديء، وعمل السي محمد عمل جيد، هي عبارة عن مجاملات. وفي هذه بعد أن حدثني السي محمد الشيخ عن التقديم، قلت له أنني سأقوم بقراءة في الديوان وليس تقديما كلاسيكيا مجاملا، لأن العمل الجيد لا يرضى بالتقديم الرديء ولا بالتوطئة التي تراعي فقط مقامات الشكر والمدح. وغالبا ما أحبذ التقديم على شكل قراءات تكشف للقارئ الكريم بعض ملامح الأعمال. قراءة تحاول أن تكون عتبة جزيرة العربي، عندما قال أحدهم تشبيها كأنها رحم تطحن قرونا وجعجعة ولا أرى طحينا. إذن فأين هو المعنى؟ يمكن القول على أن الإنسان من طبيعته صائد للمعنى، يبحث عن المعنى الدارجة التي يقول لك ما بقات معنى، معنى ما بقات معنى. ها؟ المعنى أين يوجد المعنى؟ المعنى يبحث عنه الشاعر في تفاصيل حياته. يختلف الشاعر عن الإنسان العادي لأنه يبحث عن هذا المعنى ويتصيده حتى من الزمن الماضي ليعيش به الحاضر. يقول سي محمد أن هناك تطور. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.